السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم طبعا الحلقة رقم 4 المختصة بمسائل الـ DNA. النهاردة هنتكلم عن الـ DNA والـ RNA ولكن بشكل بسيط جدا، بحيث إن شاء الله الحلقة رقم 5 هناخد مسائل مرتبطة بالجزئية بتاعت حلقة رقم 4 بتاعت النهاردة إن شاء الله. بداية الـ DNA عبارة عن شريطين ملتفين حول بعض، ولكن الـ RNA عبارة عن شريط واحد فقط. الـ DNA مسؤول عن الصفات الوراثية لبعض الكائنات الحية. الـ RNA برضو مسؤولة عن الصفات الوراثية لبعض الكائنات الحية. طيب الكائنات اللي فيها الـ DNA بيكون مصاحب ليها RNA، وفي الحالة دي الـ RNA ما بتبقاش مسؤولة عن إظهار الصفات الوراثية، ولكن بتبقى مسؤولة عن إكمال تكوين البروتينات اللي بتحتاجها الخلية. يبقى معنى كده إن الـ DNA دي تعتبر مسؤولة عن الصفات الوراثية بس، بينما الـ RNA مسؤولة عن الصفات الوراثية وتكوين البروتينات. طيب انا بالنسبه لل RNA بيتكون من فين؟ بيتكون من الـ DNA. يعني انا معلش عشان توصل بس الحته دي، الـ RNA بيتكون من الـ DNA، يعني الـ DNA بيكونه. يعني لو عاوز RNA في خليه معينه بيتكون من فين؟ بيتكون من الـ DNA، ولكن الـ DNA بيكون نفسه. طيب احنا خدنا كده ان ده شريطين مسؤول عن الصفات الوراثيه، وده عباره عن شريط ومسؤول عن الصفات الوراثيه، بالاضافه الى انه مسؤول عن تكوين البروتينات في الخلايا اللي بيكون فيها الدي ان ايه، هي الماده الوراثيه. طيب بالنسبه للدي ان ايه، الدي ان ايه مكون من تتابع من 4 نيوكليوتيدات. نفس الكلام الار ان ايه مكون من تتابع من 4 نيوكليوتيدات، ولكن الفرق بين الاربع نيوكليوتيدات دول ان النيوكليوتيدات دي فيها نيوكليوتيد اسمها الثيمين، بينما النيوكليوتيدات دي فيها نيوكليوتيد تسمى اليوراسيل. يبقى نفس الثلاثه اللي هنا اهو هم الثلاثه اللي هنا، بس باستثناء واحده هنا اسمها الثيمين وهنا اليوراسيل. يبقى هنا ادينين وجوانين وسيتوزين بالاضافه للثيمين، هنا الادينين والجوانين والسيتوزين بالإضافة إلى اليوراسيل. يعني أنا عندي القواعد النيتروجينية عموما كلهم عبارة عن 5 قواعد، اللي هو الأدينين والجوانين والسيتوزين والثيمين واليوراسيل، ولكن 4 بس في الـ RNA و4 بس في الـ DNA. لغاية دلوقتي الوضع كويس خالص. نيجي نتكلم هنا على البروتينات اللي هي محور الحلقة بتاعت النهاردة. البروتينات اللي بتتكون دي بتتكون ازاي؟ قبل ما اقول بتتكون ازاي، الـ DNA اصلا كم نوع؟ الـ DNA نوع واحد فقط، بينما الـ RNA كم نوع؟ 3 انواع. اللي هم ايه الثلاث انواع دول؟ في mRNA وفي tRNA وفي الـ rRNA. يبقى mRNA tRNA rRNA، دول الثلاث انواع بتوع الـ mRNA، بينما الـ DNA واحد بس. طيب بالنسبه للبروتين، مين بيكونوا في الثلاثه دول؟ البروتين بيتكون باتحاد عمل الثلاثه دول مع بعض. بمعنى الـ mRNA تعتبر الارضيه اللي بيتبني عليها البروتين، الارضيه اللي بتبني عليها البروتين، لانها بتحمل الشفرات بتاعه الاحماض الامينيه، لان البروتين اصلا مكونه من تتابع من الاحماض الامينيه. يبقى المسؤول عن نوع الاحماض الامينيه وعددهم هو الـ mRNA، لانها الارضيه اللي بتتم عليها البناء. طيب بالنسبه للـ tRNA عباره عن الالات الرافعه للاحماض الامينيه اللي بتوديها للـ mRNA اللي هي الارضيه. يبقى أنا كده بتكلم بطريقة علمية وفي نفس الوقت بشرح بمثال خارجي. يبقى تاني الـ mRNA عبارة عن الأرضية اللي بيتبني عليها البروتينات، والـ tRNA عبارة عن الآلات والروافع اللي بتنقل الأحماض الأمينية وتوديها للأرض اللي هي الـ mRNA
في لبناء البروتين. بينما الار ار ان عباره عن العامل الذي يبني البروتين عن طريق ان هو بيروح للاحماض الامينيه اللي جابها للتي ار ان اي بحيث يعمل لها عمليه ربط وتكوين البروتين. يبقى الام ار ان اي الارضيه، التي ار ان اي الالات الرافعه والناقله للاحماض الامينيه اللي بتوديها للام ار ان اي. الار ار ان اي عباره عن العمال التي تعمل على ربط الاحماض الامينيه اللي جابتها للتي ار ان اي واللي حطتها على الام ار ان اي. يبقى باتحاد عمل التلاتة دول بيكون لمين؟ بيكون للبروتين. طيب لو انا جبت ده كده على جنب، الام ار ان اي الارضيه اهي، جبت الارضيه دي، نركز في الجزئيه دي ان هي دي اللي تعتبر محور المسائل بتاعت الحصه اللي جايه ان شاء الله في الحصه الخامسه يعني. طيب هنا في تتابعات، الواحد فيهم او الجزئيه فيهم تسمى قاعده نيتروجينيه، واللي جنبها برضو قاعدة نيتروجينية، واللي جنبها برضو كده قاعدة نيتروجينية، وهكذا. يبقى أنا عندي الـ RNA اللي هو من النوع الـ mRNA، يبقى تتابع من النيوكليوتيدات لسه زي ما احنا جايلين فوق التتابع ده. طيب كل ثلاثة مع بعض بيمثلوا لي شفرة لحمض أميني. يعني معنى كده الحمض الاميني مكون من الثلاثه دول؟ هقول لك لا، الثلاثه دول بينادوا على تي ار ان اي معين، التي ار ان اي بيحمل حمض امين معين عليه خاص بيه. يبقى معنى كده ان الثلاثه دول التتابع ده بينده على تي ار ان اي معين، التي ار ان اي بيبقى حامل عليه حمض أميني معين. يبقى معنى كده ان التتابع ده بيمثل شفرة بتجيب عليه حمض أميني معين. يبقى كل ثلاثة بيمثلوا حمض أميني معين. الثلاثة دول مع بعض اسمهم ايه؟ اسمهم كودون، اي شفرة. طيب لما يجي في مسألة من المسائل ويطلب مني عدد الكودونات المسؤولة عن بناء بروتين معين، ابدأ اعد كل ثلاثة مع بعض، بس اخر ثلاثة ما عدهمش معايا. ليه ما عدهمش؟ لان الثلاثة الاخرانيين دول اسمهم كودون وقف. الاول لما الريبوسوم اللي هو ده العامل اللي بيبني البروتين يوصل لاخر الارضية بتاعت الام ار ان ايه، يجي عنديها ملوش شفرة، لكن في بروتين معين بيتحط عليه في الحتة اسمه بروتين الاطلاق، يخلي البروتين يتوقف عن تكوينه ويبدا تنفصل اجزاء الريبوسوم اللي هو الام ار الار ان اي اقصد، فبالتالي يتوقف بناء البروتين. يبقى الاخر جزء ده ما بحسبوش، وهنعرف الكلام ده في المسائل الحصه اللي جايه ان شاء الله. طيب بالنسبه لاعداد النيوكليوتيدات اللي هنا احسبها ازاي؟ لو هو مديك عدد الكودونات يبقى بضرب في 3 عشان يديني النيوكليوتيدات، لان الكودون بيحمل 3 نيوكليوتيدات. يبقى لو عندي عدد الكودونات بضربها في 3 يديني عدد النيوكليوتيدات. طيب لو هو مديني العكس، مديني عدد النيوكليوتيدات وعاوز الكودونات، يبقى اقول النيوكليوتيدات بقسمها على 3 عشان يديني عدد الكودونات، لان كل كودون مكون من 3 نيوكليوتيدات. تقريبا البطاريه ضعفت في الموبايل وفصل الفلاش. المهم دي اخر جزئيه كنت هتكلم عنها في الحلقه دي، هنكمل عليها الحلقه الجايه ان شاء الله بالمسائل بعد كده. كان معاكم الاستاذ احمد مصطفى دعموم. اتمنى بس الجزئيه اللي فاتت دي قبل ما الفلاش يفصل تكون وصلت لكم، ولو في اي استفسار في الجزئيه دي ابعتوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم. ارجو دعمكم للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.